سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، مرحب بك في صحيفة لوسيل. سنتحدث في هذا الحوار عن الشأن الليبي والعلاقات ما بين قطر وليبيا والأجندة الزيارة الحالية لدولة قطر. في البداية سعادة رئيس المجلس الأعلى للدولة، نسأل عن أسباب زيارتكم لدولة قطر وأجندة الزيارة. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن لم نتغيب في أي فترة عن التشاور مع الأخوة في قطر. كانت فيه زيارة للسيد فيصل راج من فترة، ثم كانت فيه زيارة الأسبوع الماضي وزير الخارجية ووزير الداخلية، وستكون هناك زيارة قريبة وزير الدفاع أيضا. في ليبيا الآن هناك محادثات، مفاوضات فيما يتعلق بالمسار السياسي، فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية، فيما يتعلق بالمسار العسكري، فيما يتعلق بعدة مسارات. ونحن طبعا نتشاور مع أخواننا في قطر في هذه المسارات، و يعني قطر تدعم دائما موقف السلطة الشرعية، ولهذا هذه الزيارة تأتي ضمن التشاورات في هذا الإطار. يعني هذه الزيارات المتقاربة، نعم، يعني وزير الخارجية ووزير الداخلية، والآن أنتم الآن في الدوحة، نعم، ما الذي تتوقعونه من قطر فيما يخص الملف؟ طبعا فيما يتعلق بوزير الخارجية ووزير الداخلية كان في اهتمامات في بعض الملفات خاصة، ملفات محددة، وكان في اتفاقية للتعاون الأمني خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بتبادل المعلومات وغير ذلك. أما بالنسبة لنا نحن فملفنا مختلف، وهو ملف المفاوضات السياسية سواء كانت العسكرية أو التي تتعلق بالمفاوضات التي كانت في المغرب في بوزنيقة أو المفاوضات القادمة في الأسبوع القادم في تونس. هذا هو الإطارات التي أتينا بها. يعني أعلن رئيس حكومة الوفاق تراجعه عن الاستقالة، وكانت مطالبات منكم أنتم، نعم، ومن أطراف دولية، نعم. إلى أي مدى يمكن أن يساهم يعني تراجع عن الاستقالة في تحقيق التوافق أو العملية السياسية الجارية؟ طبعا شوف، نحن فايز السراج أعلن أنه في شهر سبتمبر أنه سيترك هذا المنصب في نهاية شهر أكتوبر. نحن الآن قادمين على لقاءات ومفاوضات تنطلق يوم 9 لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، لهذا الفترة ليست طويلة اللي ما بين ترك فايز السراج لمنصبه واختيار رئيس جديد. نحن طالبنا رئيس المجلس الرئاسي في الاستمرار في عمله إلى حين التوافق، منعا لحدوث أي فراغات يصعب التوافق على شخصية من المجلس الرئاسي نفسه تسير المجلس الرئاسي خلال هذه الفترة. ومتى سيتم تشكيله؟ طبعا في يوم 9 في لقاء في تونس لمدة 4 أيام أو 5 أيام. هذه اللقاءات ستتناول موضوع تعديل السلطة التنفيذية بالذات يعني، ولهذا نحن نعتقد أن إذا حدث توافق في هذا الأمر فإن التمديد لعمل رئيس المجلس الرئاسي هو سيكون لمدة 10 أيام فقط ليس إلا. لكن إذا لم يحدث هذا التوافق، وهذا أمر لا نتمناه، فأعتقد أن ستكون هناك صعوبة في استمرار الوضع على ما هو عليه. أيضا دعا السيد فايز السراج لانتخابات للتغلب على أزمة الشرعية كما سماها، يعني برأيك متى ستكون هذه الانتخابات وما هو رأيكم في هذا؟ نحن رأينا في الانتخابات، عندنا مشروع دستور تم الاستفتاء عليه، تم إنجازه يعني، هو الآن يفترض أن يستفتى عليه. نحن نرى أن أهمية الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت. المفوضية العليا للانتخابات تتحدث عن فترة من 2 إلى 3 لإنجاز الاستفتاء على الدستور متى وجهت لها التعليمات ببدء الاستفتاء وتوفير المبالغ الضرورية لإجراء الاستفتاء، وهي ليست مبالغ كبيرة. وإذا ما أجري الاستفتاء فإن المدة ما بين الاستفتاء والانتخابات هي في حدود من 12 إلى 16 شهر، بالتالي يمكن إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية في فترة قريبة. نحن لا نتمنى الدخول في انتخابات بدون إجراء الاستحقاقات الدستورية، لأن هذا يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى. نحن لا نتمنى الدخول في أي مراحل انتقالية أخرى. وكيف تنظر لاتفاق وقف إطلاق النار؟ يعني نحن طبعا نرحب بأي وقف إطلاق النار، الحرب لا يريدها أحد، لكننا
ليس لدينا ثقة في الطرف الآخر في الالتزام بوقف اطلاق النار، لأن الطرف الآخر لا يعترف بوجود المرتزقة الكثيرين اللي هو على رأسهم فاغنر والجنجويد ومعارضة التشادية وغير ذلك، وهذه أعدادها تقدر بعشرات الألاف، أكثر من 20,000، وهو لا يعترف بها. إذن كيف، بالإضافة إلى أن حتى بعد توقيع وقف اطلاق النار لدينا تقارير دقيقة عن تنقلات عسكرية واستمرار الإمدادات العسكرية الخارجية وغير ذلك. نحن نتمنى أن يحدث وقف اطلاق النار وأن تطبق هذه الاتفاقية بكاملها، واليوم بدأت الجلسة الجولة الثانية في مدينة تغدامس، لكننا غير متفائلين بصدق نوايا الطرف الآخر، لأن عندما في 2019 عندما تم الهجوم على طرابلس، وحتى في ظل الضمانات الدولية لا توجد أي ضمانات دولية، لا توجد أي ضمانات دولية. يعني حفتر عندما هجم طرابلس 4/4/2019 هجم على طرابلس وكان الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس. هذه سابقة لم تحدث تاريخيا أن الأمين العام يكون في موجود في مدينة يتم شن حرب عليها، ومع هذا لم يتحرك لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي، وبقى المجتمع الدولي لم يصدر أي تنديد إلا من قطر وتركيا لمدة أكثر من شهر. إذن أين هو المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي عاجز عن حل المشكلة الليبية ومعظم المشاكل الآن. يعني وكيف هو الوضع الآن على عرض الواقع يعني بعد التوقيع؟ الآن فيه وقف إطلاق نار فعلي وليس بغض النظر عن توقيع الاتفاقات. نعم. في يعني من أكثر من شهرين لم يحدث أي اشتباك، لكن كما ذكرت في خلال طول هذه المدة وفيه تجهيزات من الطرف الآخر، الليبيين متفائلين ويأملوا أن تصل اللقاءات السياسية إلى حلول لأن ملوا الحرب، لكن لا يوجد شريك حقيقي للسلام لنا في ليبيا في الطرف الآخر. أنتم الآن في دولة قطر، يعني هل نتوقع دور لقطر في الأزمة الليبية؟ معروفة قطر لديها خبرة في مجال الوساطة في في النزاعات في الإقليم وحول العالم. والله قطر كان وسيظل لديها دور إيجابي خاصة فيما يتعلق بالمصالحات بإنهاء الأزمات بمساعدة في جبر الضرر والاستقرار، ونحن لكن دورها الآن هو دور الوقوف مع السلطة الشرعية. هل في مباحثات في هذا المجال؟ نعم، يعني تكلمنا مثلا في خلال هذه الزيارة على استكمال الجهود السابقة التي بذلتها قطر في إيقاف الحرب بين التبو والطوارق، وأيضا هناك كلام على بعض الجهود الأخرى لتحقيق السلام لا نريد أن نتكلم عنها قبل البدء فيها وإنجاز شروط منها، لكن بالنسبة لما بين التبو والطوارق أنجزت قطر شوط كبير ويعني نجحت في وقف إطلاق النار في تلك الفترة. هذا الكلام كان من حوالي 3 سنوات واستقرت الأمور على هذا. وكيف تنظروا لعلاقتكم مع تركيا؟ تركيا هي الحليف الاستراتيجي الذي استطاع من خلال توقيع الاتفاقات المشتركة وقف الانقلاب العسكري على طرابلس ودحر العدوان من 5 كيلومتر على وسط العاصمة إلى 500 كيلومتر على طرابلس، ومازالت تقف معنا بمواقف قوية خاصة فيما يتعلق بالخدمات الآن، حل أزمة الكهرباء وحل أزمة القمامة حل أزمة البنية التحتية حل أزمة المطار والمواني وغير ذلك، فهي الحليف الاستراتيجي الأول لنا. يعني بالحديث عن تركيا ووقف إطلاق النار، يعني هناك مخاوف أو أصوات تقول أن مصير الاتفاقية الأمنية مثلا على سبيل المثال مع تركيا أن يعني مصيره مجهول في ظل الوقف الاتفاقية وقف إطلاق النار، يعني خاصة وأن أحد البنود الاتفاق الحالي أنه إلقاء الاتفاقات الأمنية والعسكرية للأطراف. لا الاتفاقات القانونية والتي تمت بناء على الاتفاق السياسي اللي هو أصبح جزء من الإعلان الدستوري، هذه اتفاقات صحيحة لا يمكن لأحد أن يلغيها، لا لجنة 5+5 ولا غيرها، ستستمر هذه الاتفاقات، وإذا تم انتخاب سلطة جديدة في ليبيا سيتم النظر في هذه الاتفاقات في استمرارها من قبل البرلمان القادم منتخب أو الرئيس القادم. أما الآن في المرحلة الانتقالية فالسلطة الشرعية هي سلطة من التنفيذية، هي سلطة حكومة الوفاق ولها الحق في توقيع أي اتفاقات ترى. نحن الآن نجري الحوار يعني قدم الانتخابات الأمريكية
ينتظرها العالم. هل تؤثر الانتخابات على الملف الليبي، خاصة أن كثير من ملفات المنطقة يعني مؤجلة أو تسير ببطء في انتظار القادم الجديد في البيت الأبيض؟ الانتخابات الأمريكية تؤثر على كل حدث سياسي في العالم هذا، لأن أمريكا دولة عظمى لها وجود في كل الملفات، وبالتأكيد سيكون لها تأثير كبير في الملف الليبي. في عهد ترامب لم يكن ملفا مهما على طاولة العمل للرئيس الأمريكي، لكن نتمنى سواء استمر ترامب أو تم انتخاب بايدن أن يأخذ الملف الليبي مساحة أكبر، لأن قادرة أمريكا على حسم الخلافات في ليبيا، خاصة أن عدم الاهتمام بالملف الليبي جلب القوات الروسية إلى جنوب البحر المتوسط، إلى المنطقة الشرقية، إلى المنطقة الوسطى، وهذا أمر يزعج الأمريكان والأوروبيين، ونحن لا نريد أن نكون ساحة صراع دولي لا قوات أمريكية ولا قوات روسية. يعني بالحديث عن القوات الأجنبية والمرتزقة كما ذكرت أنت قبل قليل، يعني هل تؤثر الاتفاقية وقف إطلاق النار على وضع المجموعات المسلحة؟ يعني نتحدث عن فاغنر والمرتزقة. طبعا نحن مصرين على وضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هل هو مشروط خلال الاتفاقية؟ لا، هي هذه في المراحق اللي ممكن تكون في الاتفاقية في الاجتماعات التي بدأت اليوم بغداد أمس. محل خلاف حاليا؟ ننظر ماذا سيتم التوافق عليه إن شاء الله. يعني الملف الاقتصادي من أبرز الملفات اللي يعني تسقي الكاهل المواطن الليبي، والدين العام تقريبا قفز إلى 270% على ما أذكر. ما هي رؤيتكم للتعامل مع الملف الاقتصادي؟ طبعا ليبيا للأسف الشديد معتمد اعتماد تام على إنتاج النفط. هذه الحروب وهذه النزاعات أثرت في فترات طويلة أدت إلى وقف إنتاج النفط. خسائرنا من وقف إنتاج النفط سواء التوقف الأول الذي كان في سنة 2013 أو التوقف للآن المباشرة والغير مباشرة تتجاوز 400 مليار دولار، وهذه طبعا ميزانية كافية لإحداث تنمية هائلة في ليبيا وفي ظل جائحة كورونا. نعم، طبعا الآن بدأ إعادة إنتاج النفط لكن ليس بالكمية الكبيرة. الآن نتحدث على حوالي 800,000 برميل في اليوم. قدرات ليبيا على الإنتاج هي حوالي 1,600,000، يعني نشتغل الآن ب 50% من الطاقة، لكن قبل شهر كانت الإنتاج حوالي 100,000 إلى 150,000 برميل، يعني إنتاج لا يذكر أقل من 10%. عودة يعني الإنتاج سيحسن الأوضاع، لكن نحن أنا باعتباري على الأقل اقتصادي كانت رؤيتنا دائما هي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وهذا يحتاج إلى دولة مستقرة لا يحتاج إلى يعني إن شاء الله. يعني في ظل رفع حالة القوى القاهرة عن نعم تحسن عن بعض المنشآت، تحسن الإنتاج كما ذكرت إلى حوالي 800,000 برميل، هل سيكون تصدير النفط وملف النفط خارج عن الاتفاق الآن؟ يعني يتم الرفع على صعب أن لأن للأسف الشديد يتم استخدام ملف النفط في النزاعات السياسية والعسكرية، وهذا أمر غير جيد. وكيف تنظرون لحلفائكم؟ يعني أنا أتكلم عن دول مثل قطر وتركيا، يعني في الملف الاقتصادي، يعني هل في حديث في هذا المجال؟ طبعا بالنسبة لتركيا بالذات لها دور كبير جدا في موضوع إعادة عجلة الحياة إلى ليبيا، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قوات حفتر، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فيما يتعلق باستكمال بعض المشاريع، فيما يتعلق بموضوع الطاقة. وكان وفد وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية معهم أيضا وفد من الطاقة في مشاريع معينة تم توقيعها مع قطر في الطاقة. فهذه المواضيع أيضا في المواصلات وفي مواضيع إنتاج وتصدير الغاز، كل هذه الملفات هي ملفات مطروحة وبإلحاح الآن، وتركيا وقطر هم اللي لهم دور. متى سنرى نتائج في هذه الملفات؟ والله بعض الملفات بدأت تؤتي ثمار بسيطة، لكن هي للأسف الشديد لا تسير بالوترية المطلوبة. ويعني في الحديث عن تركيا، هنالك كان وفد من المجلس الأعلى للدولة حضر المؤتمر الاستثماري في إسطنبول، حوالي 100 شركة على ما أذكر. نحن لدينا لجنة متخصصة في المجلس الأعلى للدولة لمتابعة المشاريع المشتركة مع تركيا وحل أي مختنقات في هذه المشاريع. والآن الشارع الليبي ينظر إليكم في هذا الملف، يعني ملف الاقتصادي، يعني يريد حلول عاجلة. صحيح، طبعا المواطن ملّ من الأزمات، لكن نحن لا نملك العصا السحرية، وخاصة أن المجلس الأعلى ليس جسم تنفيذي، هو الغرفة الثانية التشريعية، وبالتالي نحن نضغط، نمارس الضغط على الحكومة لتسريع الإصلاحات.
ملف المهاجرين من يعني من اكبر الملفات المتعلقه بالعديد من الدول، خاصه انه يعني سمعنا في الاخبار خلال الايام الماضيه نشطت التهريب البشر يعني في ليبيا. ما هو رؤيتكم للتعامل مع هذا الملف؟ ليبيا هي محطه نهائيه في هجره وايضا معبر هي أيضاً. نعم، لكن ليبيا نحن نرفض طريقه التفكير الاوروبيين في موضوع مكافحه الهجره غير الشرعيه، وهي منع المهاجرين من الهجره الى اوروبا من خلال ليبيا. هذا يؤدي الى انهم يستوطنوا في ليبيا، ويعني هذا مرفوض في من قبل الليبيين، انهم يصبحوا بشكل او باخر ليبيا موضع للاستيطان. نحن ندعو دائما وخاصه في جنوب الصحراء الى ضروره ايجاد سياسه تنعش اقتصادات هذه الدول من دول اوروبا، سياسه في مثلا النيجر، في نيجيريا، في مالي، في هذه الدول تشاد، تؤدي إلى استقرار في هذه الدول. أيضا هناك مهاجرين يأتوا حتى من دول آسيا من خلال خطوط معروفة تبدأ من أثيوبيا وتنتهي بالشواطئ الليبية. نحن نكافح هذه الهجرة ونكافح منع استيطان هؤلاء المهاجرين، وهذا مكلف جدا للدولة الليبية. هناك مراكز متخصصة نضع فيها هؤلاء المهاجرين، وعندما اعتدت قوات حفتر على طرابلس كانت أحد أهدافها مراكز المهاجرين، وشفنا عدد كبير جدا من المهاجرين غير الشرعيين قتلوا في هذا القصف. أيضا بعض المراكز التي أنشأت في الصحراء هي ليست مجهزة، خاصة في ظل جائحة كورونا بأسباب صحية وغير ذلك. لهذا نحن نرى أن أفضل الحلول هو معالجة أسباب الهجرة وليس معالجة الحدث نفسه. يعني في ختام حوارنا، كيف تنظر لمستقبل علاقتكم مع قطر، يعني من ناحية الاقتصاد والسياسة والاستثمارات وغيرها؟ نعم طبعا، أنا كما ذكرت لك قطر ليست من الدول التي تدخلت تدخل سلبي في ليبيا، وبالتالي فإن مستقبل العلاقات سيكون مستمر بثبات وبوضوح. ونحن في خلال كل اللقاءات نؤكد على أن علاقاتنا مع قطر ومع تركيا هي علاقات مسيرية وعلاقات لا يمكن التنازل عنها أو إدخالها في أي مفاوضات. وهل تأثرت أو أثرت الأزمة الخليجية في الملف الليبي؟ طبعا، لأن الدول التي تحاصر قطر هي الدول التي تشن حرب على ليبيا، هي نفس المحور للأسف الشديد، هذا محور الشر. شكرا سعادة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في حوارك مع الوسيل، ونتمنى لك. شكرا جزيلا لكم ولجميع صحيفتكم، إن شاء الله نشوف منكم كل أخبار طيبة دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا.